صبحتك يا عمي. بطلون اتقطع. بص لسه ما شفتش البطاقة فقلت اشوفها لايف قدامكم. تالت زاوية معانا نلعبه. القرف العجلة نايمة. أنا اتغفلت. يوم الاثنين والثلاثين. وهنا هتلاقي إن أنا فلات كتير جدا مش شوية، ده بسبب إن أنا زيرو كارب وبقالي. وهنا صحيت بدري وبعدين افتكرت إن أنا رايح أجدد البطاقة بتاعتي ولا أدراك يعني إيه المصالح الحكومية. تابع لآخر فيديو عشان فلوك ده موجود. مضينا وغسلنا أسناننا من بداية الطبيعة. أهو من المصالح الحكومية يا أخي. إيه كسرت البطاقة بتاعتي هتطلع كده. هتشوفه اوريكوا يعني. واحنا متعودين اول ما بنصحى بندعي دعوه حلوه كده وبنشرب ميه زمزم تكون اول حاجه دخلت معدتنا عشان ربنا يبارك لنا، طبعا دي ميه مبروكه يعني. واهم حاجه يا وحش انت تتفرج على الفيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وشير وتفعل زر الجرس عشان اول ما ننزل حلقه يجيلك على طول تتفرج على الحلقات اللي فاتت وتسمع حلقات جديده. ننام الساعه 2، الساعه دلوقتي 6. وهنا طبعا من ضمن الروتين الصباحي اللي بنعمله على طول لازم بنصلي وبنقرا الاذكار اللي بتتقال بعد كل صلاه، هتفرق معاك جربها لان هي بتغفر ذنوبك كلها. مصر مصر اليوم الاثنين والثلاثين. ببدي الوجبة الأولى عبارة عن 3 خيارات و3 بيضات. النهاردة للأسف زيرو كارب لمدة 3 أيام، يعني النهاردة وبكرة وبعده، وبعد كده هناخد وجبة مفتوحة. ربنا يستر عليا أصلا النهاردة، إن لو أنت مصري فأنت عارف يعني إيه تعمل مصالح حكومية مصالحية ربنا، فأنت عارف هترجع إمتى أصلا، وبالذات أنت بتصور للبطاقة فأنت عايز صورتك تطلع حلوة. خلص يوم الجمعة، يوم الجمعة ان شاء الله. وهنا لبست طعم اي كلام كده وقلت ايه احنا مش رايحين نتجوز يعني، وبعدين افتكرت ان احنا رايحين نتصور بطاقه فلازم شكلنا يبقى حلو، وبعدين قلت هي كده بتطلع ابيض واسود اصلا يعني مش بيفرق معاها. وطلعنا على الجنينه واحنا رايحين نتمشى عربيه، قلت اشم شويه هوا نضيف، هوب الشجره كده هتجيب وشي. وبعدين واحنا ماشيين اتفاجئت واتصدمت حاجه في منتهى القرف، العجله نايمه. وهنا كنت وصلت وده جزء صغير من الطابور اللي انا واقف في الدور ده، فطبعا كان الواحد ايه يعني خلاص. وهنا كنت طلعت ومتضايق ومخنوق من اللي حصل جوه وانا بطلع. انا اتغفلت والله العظيم، انا عمال اتمرن على الضحكه وعمال اعمل بروفا لنفسي، عمال اعمل كده. دي الضحكه اللي انا كنت داخل اتصور عليها، عملت كده تمام. سألني سؤال فأنا برد عليه أملقطها. 7 سنين ذل تقريبا اللي جاي. والله خلاص بقى شاكك إن الكلين بينسي، لدرجة إن أنا نسيت آخد أصلا الحبايتين اللي بيتاخدوا على الريق، هناخدهم دلوقتي ومعاهم سكوب البروتين. ريق ناشف البروتين بتاعنا. اقسم بالله اسعد لحظه في حياتي. لحظه وانا باخد البروتين ده ببقى مبسوط فشخ. هو مش بروتين بس، ده بروتين وبي سي دبل اي وجلوتامين واتنشن امينو اسيد. عشان اللي انا عامل عليه عرض كبير اسال عشان تقدر تستفيد بالعرض. وهنا كنا مخنوقين شويه فاخدت مامتي وقلت بقى ننزل ايه، ننزل فرح كده، ننزل فك شويه مع بعض. بس حصلت شويه كوارث كده. كمل هتعرف. والبنطلون اتقطع وشغلانه كبيره قوي تبع ده. صبحتك يا عمري، صبحتك يا عمري، ما بيقفلش، البنطلون اتقطع، البنطلون اتقطع، الزرار فين؟ عينيكو، معانا دلوقتي نمرة وخيط، هنقعد على القعدة الجميلة دي. تجمدين هتستوى بص صبرنا الدنيا شوية. طبعا ما اتمناهاش يعني، احنا في الحمام مش عارف احلف لحظة ما اتمناهاش لألف ده عادية. قاعد في الحمام بس كبر وخط وخير الزرار وسايب الفرح بره، ما اتمناهاش لألف ده عادية. ابوس دماغك كمل لاخر الفرح، اوعى تتقطع، ابوس دماغك خليك زوار جدع.
وانا بعد ما خيطت البنطلون كنت متوتر شويه وانا داخل القاعه تاني وحاسس ان كل الناس بدات تبص لي. شباب دي اخر وجبه ماس بدوت، كنت فاكرها في الفلاية كوبايه حمراء طلعت طماطميه. ياخد ويبلع الف هاله وبيوصفص يلا ده اليوم ال 33. بما ان احنا ما اتصورناش امبارح وما وريناكمش المستوى بتاع امبارح عشان كنا مستعجلين وصاحيين بدري، فالنهارده هوريكم. وهنا هتلاقي ان انا فلات كتير جدا مش شويه، ده بسبب ان انا زيرو كارب وبقالي ده كان تاني يوم زيرو كارب. طبعا مفيش طاقه مفيش اي حاجه مفيش بامب مفيش اي حاجه في اي حاجه اصلا، لكن طبعا بمجرد ما خدنا شيت ميل جبنا بقى في الثلاثه. خلصون خلصون. النهارده نازلين جيم ان شاء الله، بنحضر بقى المكملات بتاعتنا، متاخر وكده فهم بيقفلوا الساعه واحده. بسم الله بسم الله بسم الله. جامد اوي. ناخد 5 جرام كرياتين. لو عايز اي مكمل عاملين عروض جامده جدا على المكملات، يعني دي اصلا هتاخدها ب 950 جنيه. هي بره بتتباع بكام؟ بقى بتتباع ب 1100 و 1300 الاسعار دي. عند عمرو هتاخدها ب 950 جنيه. تعب والله. برضه زيرو كارب، امبارح كان زيرو كارب وبكره زيرو كارب، اخر يوم زيرو كارب الجمعه ان شاء الله، اللي هو اليوم اللي بعد بكره ان شاء الله على طول هنبقى هناخده يوم فري، وجبه فري قصدي. مر بس بحبه، مفعوله جبار. لسه داخلين الجيم، مسخن بنلعبوا تمرين كتف. تمرينه قويه جدا بقى، يعني تمرينه فيها تمارين قوية هتخلي كتفك مدور كده زي كتفي بالظبط بالظبط كده. انت لازم تتابع لايك الفيديو، لازم تعمل سبسكرايب لايك وشير. كمل بقى. ده بقى معانا نلعبه شولدر بريس. الواحد مفيش طاقة مفيش كربوهيدرات داخل جسمي اصلا من امبارح والنهارده زيرو كارب، فالاوزان اكيد هتعلق معايا لان انا اصلا روحي طلعانه. يعني نلعبوا 4 مجموعات 12 حتى. بسم الله. بعدين تاني زي ما عملنا هنلعبه رفرفة جانبي وانت قاعد مش وانت واقف عشان تبقى اصعب معاك. يا الله الواحد ما عندوش طاقه، فاعذروني على الاوزان بقى. سبعة في شكة في كتفي الشمال مسقطاني خالص. ثالث زاوية معانا نلعبه ضم الأمامي سنجل. أربع مجاميع 12 عدة. خلصان مش قادر والله. ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وشير وتفعل زر الجرس عشان كابتن كريم ما يزعلش منكم. ارجوك كابتن كريم يزعل منكم. انت مشكلتك ان انت دراعك اليمين بيشيل اكتر من دراعك الشمال. اول حاجه هتعملها ان انت هتشتغل على الضنوبه، الحاجات اللي هي كل ايد لوحدها، مش هتشتغل على البورات يعني، فاهم؟ اي حاجه بتتشال بايدك الاثنين
هتلاقي ايدك قويه هتشيل عن ايدك الضعيفه فاهم، فهتلاقي حتى في الشكل في الكلام ده كله في الوزن الكلام ده كله. فانت تحاول على قد ما تقدر تخلي اغلبيه تمرينك كلها ضربات. الموضوع بياخد وقت، اه بياخد وقت كتير عبال ما يظبط معاك. لا نفس الوزن كده عرفت تجيبه باليد الصعبه 10 12 عده باليد اللي انت هتلعب بيها صعبه، هو ده اللي هتلعب بيه بالدراع التاني تمام. ماشي بس برضه ما تستسلمش على نفسك قوي يعني. طب قلتش حاجه. الربع زاويه معانا هنلعبه في فاهمين حلو كده. قرب كده، قرب عليا، قرب على وشي، قرب على وشي، انزل انزل تعالى اعمل صوت رويك شير فعلا. اول زاويه معانا في الكتف الخلفي، هي بقى حاجه جديده شويه. هتحط اخف يعني تجيب بار وتحط وزن خفيف فشخ، احنا حطينا 5 و5 تقوم ماسك كده من ورا تمام، توسع ايدك يعني لو البار شورت زي ده ما ينفعش بار طويل تمام، تقوم تاني رب ايدك كده ونزل افتح يا عم انت ازاي يا رب تجيب لي مالك؟ مش عاجبني ولا ولا جربها وقول لي رايك ايه. طول وانت بتمرن التمرينه دي خش عندي على الانستجرام، هتلاقيني سايب اللينك في الديسكربشن تحت، لازم تتابعني على الانستجرام، كل يوم بنزل معلومات، كل يوم بنزل حاجات جديده، فانت لازم تتابعني على الانستجرام او الفيسبوك. تمرن التمرينه دي ونزلها عندك واعمل لي منشن على الفيس او الانستجرام لايك. الزاويه معانا في الكتف، هنلعبه على المكنه دي كده برده كتف خلفي. هتجيب المكنه بحيزه كتفك وتلعب 4 مجاميع في 12 عده. خلي الحركة من كتفك مش من كوعك. ده نفس الكلام. اخر تمرينة. اخر زاوية معانا في اخر حاجة في التمرينة. ترابيس على البور سميث. شفت 4 مجاميع 15 20 عدد كده. سبسكرايب. وهنا خلصنا تمرين وكنا بنعمل بروتين بتاعنا وقعدنا نتكلم شويه ولقينا المايك فاصل في الاخر فقلت اذكركم عليه. ده اليوم ال 34 رايحين نستلم البطاقه، لسه ما شفتش البطاقه فقلت اشوفها لايف قدامكم. يا ساتر يا رب. وهنا قلت اوريك البومب اللي بعد تمرينة الدراع بتاعتنا لعروق النشفان البايسبس الترايسبس الريست الساد كل بقى التطورات شايف الكتف. اللهم صل على سيدنا محمد. وفي اخر حلقتنا ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وشير، وهسيب لك فيديو هنا خش اتفرج عليه.